هاي 3D printing عم بيتطور بشكل كبير ورح يحقق مع حلول 2020 نسبة نمو بتوصل ل 23% ومردود بيبلغ 8.4 مليار دولار. 3D printing منه كتير جديد مثل ما بنعتقد، هو بدأ سنة 1981. فوائدها التقنية الجديدة عم تستخدم بالطب، وبلجيكا كانت المثال الأول عن طباعة عظمة حنك تمت زراعتها عند سيدة عمرها 83 سنة، وعم تسمح التقنية اليوم بطبع نسخة طبق الأصل عن أي ورم لتساعد الأطباء على تحديد مجرى أي عملية قبل حدوثها. نازا من أكبر المستفيدين من 3D printing لأنها بتقدر تبعت أي أدوات الرواد بحاجة إلها بالإيميل وبكفي إنهم يطبعوها. مين قال إنه نازا عم تدرس إمكانية استعمال غبرة القمر لطباعة قاعدة إلها على سطح القمر؟ أنا قال. شوفكم بكرة.